اليوم في هذا اللقاء أو اليوم الدراسي هو فرصة من أجل تبادل مجموعة من النقاشات مع عدة خبراء وأكاديميين، كذلك من أجل مناقشة قضايا التشغيل، قضايا الهجرة، قضايا الجامعة، قضايا الذكاء الاصطناعي اللي هو مطروح اليوم على عاتقنا. الشبيبة الاتحادية اختارت اليوم التوجه المؤسسات من أجل الترافع على الشبيبة المغربية. الشبيبة الاتحادية اليوم إلى جانب يعني ترافعاتها الدائمة كاين اليوم في المؤسسة التشريعية من أجل إعطاء العديد من المقترحات من أجل اقتراحها وتنفيذها على مستوى هذه الحكومة هذه. وطبعا الفريق الاشتراكي هو كنعتبره الأساسي، يعني المؤسسة الأساسية في الترافع داخل هذه المؤسسة التشريعية. اليوم كنقترحوا أن دار استراتيجية ورؤية حقيقية في التشغيل في بلادنا لحدود الساعة اللي غير موجودة اللي عند هذه الحكومة ولم يتم الإقرار بها. ثانيا يمكن تكلموا على الصحة النفسية، واليوم كنشوفوا عدد من الانتحارات اللي كاينين في صفوف الشباب في مختلف مناطق المملكة، كذلك قضايا الهجرة، قضايا البيئة، قضايا الجامعة والإصلاح البيداغوجي يجب مناقشته اليوم. هل تم تحقيق المراد منه خلال سنة من هذا الإصلاح البيداغوجي أم لا؟ لذلك الشبيبة الاتحادية تناقش كل هذه القضايا هذو مع هذ الخبراء، مع برلمانيين، مع فرقاء وأصدقاء من مختلف التنظيمات السياسية الأخرى. سياق ديال اليوم الدراسي المنظم اليوم من طرف المكتب من طرف الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية وبالتنسيق مع المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية يندرج في إطار وضع اليد على مجموعة من الإشكالات ومجموعة من المشاكل ومناقشة قضايا الشباب المتعلقة بالسياسة العمومية، متعلقة بالإشكالات اللي مطروحة اليوم في الساحة السياسية على المستوى الوطني المتعلقة بقضايا الشباب. العنوان ديال اليوم الدراسي هو الشباب في قلب التحولات الديمقراطية والتنموية، وهنا إلى جينا نهضروا على التحولات الديمقراطية والتنموية ما يمكنناش نستثنيو الفئة ديال الشباب. فإحنا كشبيبة اتحادية وكذلك الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية نحاول ما أمكن أن نكون متواصلين، أن نكون فعالين، أن نكون مؤثرين في التواصل الفعال والمؤسسات المسؤول لكي نلامس قضايا الشبيبة المغربية بشكل مؤسساتي.